وفي عمرها. امين ان شاء الله. واقولها عندي ببيات كتبتها بيتين، كتبتها في الاخت وبلسان كل رجال لاخته. اقول خواتي اللي يدعسون الغرابي ما همهم جور الزمان وسواته، في راس عيطه بالمعزه منازل ما يشبحون القاع لو بالتفات. يا سلام يا سلام. والاخت والله العظيم انها شيء عظيم، الاخت هي الام الثانيه، الاخت هي اكثر يعني فيها حنيه الارض كلها بعد الام. والكلام يخلص والله. الله يجزاك خير حماديك ابو فرح. ابو ملاحي يسلم ابو شوقي. ضايع بين الاخوان من عبد الرحمن ولا يهونون اخوان.